مرحبا برج الجوزاء، أهلا فيكم في القراءة العامة لقراءة صحك الطالع والشمس وأيضا القمري أو أي من الكواكب موجودة عندك في برج الجوزاء. ولكن أنت يا عزيزي المتابع لازم تشوف القراءة وتقرر إذا تنطبق عليك ولا لا. هالقراءة عامة رح ننظر فيها إلى الجانب اللي يخص الحياة العملية، الحياة العاطفية بشكل عام بدون تفصيل، وأيضا في آخر القراءة نشوف ما هي المفاجأة التي تنتظرك. نبتدي بجانب الحياة العملية ونشوف جانب الأموال، أموالك شلون راح تكون خلال هالشهر في برج الجوزاء. أوكي، عشرة السيوف، هذا الكرت يقول لك أن أنت مقبل على المرحلة القادمة، احتمال بداية تبتدي عندك أمور المادة تتحسن، يزيد دخلك، راح يصير شيء إذا عندك بزنس أو عمل أو وظيفة يحسن دخلك. هذا واحد. اثنين، ما في أي مجال أن أنت تبذر في الفترة القادمة، ما في مجال أن أنت تبذر، ما في مجال أن أنت تصرف في أي شيء ما له داعي. لازم تكون جدا حذر في مصاريفك، كل فلس راح يفيدك في الفترة القادمة. خلنا نشوف عقبها جانب الوظيفة للي منكم موظفين. اوكي، خمسة السيوف، انت احسك راح تكون مميز في اعين رؤسائك في الفترة القادمة يا برج الجوزاء. في اشخاص ثانيين يحاولون ان ينافسونك، ياخذون مكانك، زين، يدعون ان انت في الوظيفة هني، يدعون ان جهدك وتعبك هو ايضا كان جهدهم، انهم شاركوك في التعب. ولكن لا تحاتي، في الفترة القادمة راح تكون انت مثل النجمة، مثل النجمة انت واضح في انجازاتك في مكان العمل، ومالك ند، مالك احد ينافسك، وان حاولوا ينافسونك. اوكي، في نظر الرؤساء، في نظر الناس اللي أعلى منك، أوكي، مديرك في العمل اللي فوقه حتى، يشوفون مدى تميزك. ترى ما يحتاج تفكر أو تقلق حتى. خلينا نشوف جانب المشاريع اللي منكم عندهم بزنس أو يفكرون يدخلون بزنس. طاحوا كرتين ما باخذهم، أبي كرت واحد بس لجانب المشاريع لبرج الجوزاء. هاي ثلاث كرتات انقلبوا، باقي الكرتات ما باخذهم. برج الجوزاء في المشاريع عندك فارس النار، الشيطان، وكرت الامل. احس هني من خليط الاوراق ان في شخص كأنما هني عندك الظروف حاليا تتمنى انك تتوسع في المشروع، اوكي، تتمنى حتى انك تدخل في شراكة، ولكن هاي الشراكة في الفترة القادمة ما راح تكون من مصلحتك. من مصلحتك ان انت تعمل منفردا، ان هاي الاشخاص اللي يبون يدخلون معك في شراكة او يتقربون منك، يعرفون اسرار مهنتك، اسرار تجارتك، راح ياخذون الاسرار ويذيعونها، اوكي، راح ياخذون تجربتك وينشرونها بحيث انه يكون في اخرين عشان يقلدونك. فهمت قصدي؟ ان انت هني تمتلك شيء، مشروعك ابتدى يبين للناس في اعينهم، ابتدى يثير غيرة وحسد الناس. نجاحك العملي، مشروعك، بزنسك ابتدى يثير غيرة الناس، ففي ناس هني يحاولون انه ياخذون قبس من ضوء النجمة. زين، يعرفون مثلا انت من وين تورد البضاعة، يروحون يحاولون انه يأخذون موظفينك، هاي النوع من الطاقة. اللي بعده خلينا نشوف جانب الدراسة عزيزي الجوزاء. اوبس، هاي الكرت طار.
لازم هذا الكرت، كرت القمر برج الحوت. دراستك ماشية على أحسن ما يرام، لا تقلق، هذا الكرت يقول لك لا تقلق، لا تخلي الأمور اللي في اللاوعي واللي تكون أغلبها ما لها أساس من الصحة، المخاوف في الدراسة، لا تخلي المخاوف تحركك. لما تحركنا النجمة احنا هني نكون ملهمين، لما يحركنا القمر هني نكون خايفين من الغموض وخايفين من المستقبل. لا تقلق من المستقبل، هذا المفتاح لإبداعك ترى في الدراسة، ان انت لا تقلق في بخصوص المستقبل، ولا تقلق ايضا بخصوص المدة الزمنية، متى راح اتخرج. زين، هني المتى، احس ان المتى هي اللي تقلقك اكثر من يمكن النتائج نفسها. لا تفكر في المتى وايد، فكر ان انت على الطريق الصحيح وراح تخلص في الوقت الصحيح. خل عندك ايمان اكثر من قلق. اوكي، خلينا نشوف الباحثين عن عمل. الباحث عن العمل لازم طبعا مشروط بان تدعمه بسعي، سعي جاد. اوكي، تبحث عن عمل واتاك العمل، عمل جدا ممتاز، احس انه راح يكون في شيء يخص المبيعات او في شيء يخص الترويج. انزين، انت مهمتك ان تاخذ هاي المنتج او الخدمة وتعرضها على اكبر عدد ممكن من الكاستمر او الزبائن عشان يشترونها، او انت احتمال حتى توصل الطلبات. هذا عمل جدا جيد، وان كان مو انت اللي تتوقعه وتنتظره، ولكن هاي الوظيفة اللي راح تأتيك راح تصقل مهاراتك الاساسية عشان تنتقل للوظيفة اللي انت تحلم فيها. حتى على مستوى البحث عن عمل ترى انت بعد على الطريق الصحيح، ما يبي لك تغير ولا شيء، اقبل اللي موجود امامك الحين لحد ما تأتي فرصة افضل في الطريق، يكون على الاقل وقتها ان تكتب في السيرة الذاتية ان عندك خبرة سابقة. اذا ما عندك خبرة سابقة راح يكون ايضا صعب. اوكي، هذه هي الرسالة لك. خلينا نشوف الحياة العاطفية، توافقك مع الشريك بغض النظر انتم منفصلين ولا مرتبطين. اوكي، عندنا ملك الارض تتعامل مع برج ترابي، ولكن احس ان هذا الشخص شريكك او حتى الشخص اللي منفصل عنه يريد ان يعتني بك ماديا. انزين، ما يبيك ان انت تذهب ويكون عندك يصير وظيفة واستقلالك الخاص. انزين، او حتى تبتعد عنه، في شخص هني دائما يحب يخليك في قفص ذهبي ويغلق عليك، يقولك مثلا راح اعطيك السكن اللي تحلم فيه واغلق عليك الباب، ولكن مقابله في شيء قاعد ياخذ الحرية. بالضبط، ثمانية الاكواب، يحاول يعوضك هذا الشخص عن، يعوضك بالمادة عن وجوده. يمكن انت يا برج الجوزاء مريت بموقف معاه، او انت الشريك الثاني له، ما ادري. زين، ولكن هني في عندنا طاقة اللي يحاول يعوض وجوده هذا الشخص بالاموال، بالراحة المادية، بالخدم، بالحشم، بالسكن المريح، بالمواصلات. عرفت، ما اقدر يكون معاك طول الوقت يعطيك اهتمام، لكن اقدر اعطيك مادة، طاقة جيدة لا بأس فيها. زين، بتقولوا لي العزاب شنو لهم؟ العزاب ينتظروني في قراءة مواصفات الشخص القادم في طريقك إن شاء الله. خلينا نشوف الحين جانب الصحة. الساحر، هذا الكرت يقول لي إن العلاج الغير تقليدي، التداوي بالأعشاب، التداوي بالأكل الصحي، التداوي حتى بالمساج. أوكي، في أنواع مساجات علاجية راح يأتي بنتائج، لأن تسبب لك هني استرخاء، راح يأتي بنتائج. لا تنسى الطاولة، عندنا هني طاولة فيها عليها معدات، احتمال حتى حجامة، نوع من الحجامة. أوكي،
راح تأتي بنتائج أفضل من الحبوب والدكتور والمستشفيات. دخلت المستشفيات خصوصا إذا كان مرضك أو تعبك مو جاد، مجرد تعب خفيف، فأنت محتاج إلى الشمس ومحتاج إلى الحجامة، هاي النوع من الطاقة. محتاج إنك تغير، محتاج إنك تكون في الطبيعة، محتاج إنك تأكل زين. في أشياء معينة الأدوية وكثرتها ما تقدر تعالجك فيها يا برج الجوزاء. عدل في نظامك الغذائي ونظامك الصحي في أسلوب حياتك. خلينا نشوف الأمور القانونية. طاحوا ثلاث كارتات. سبعة السيوف. إذا عندك أي قضية تجاه عندك قضية في مثلا في النظام القضائي أو مشتكي على أحد مشتكي عليك، فأنت محتاج في الفترة القادمة أن أنت تجمع كل الأدلة على كلامك، لأن هنا عندنا كرت الحرامي. في شخص قاعد يسوي شيء أنت تشوفه شاك فيه حاس فيه بس ما عندك دليل. ينقصك يا برج الجوزاء الدليل المادي الملموس، لأن عندك شخص تتعامل مع شخص خبيث يعرف شلون يتملص من حتى حكم المحكمة، يعرف شلون يتملص من المسؤوليات المادية، يعرف شلون يتلاعب حتى لو مثلا طلعت الحضانة باسمك أو طلع الحكم لصالحك، يعرف شلون يتملص. فمحتاج أيضا أن أنت تبدع في هاي الطاقة، لأن في النهاية هذه طاقة سيوف، طاقتك أنت مو طاقة برج ثاني، أنت تعرف تبدع في هاي المجال، حط بالك عليه. حاول يتملص من حكم المحكمة أو ما يؤدي بأفضل طريقة ممكنة، يتعبك، يرجع لك مثلا أموالك أو الحضانة ولكن يتعبك. إنزين الحين خلصنا من هذين، خلنا نشوف شنو راح تكون طاقة التحدي أمامك خلال شهر سبتمبر. شنو الطاقة اللي تحاول تستفزك؟ I won't cry for you. Okay. أحس هني إن برج الجوزاء أمورك العاطفية خلال هذا الشهر أنت راح تكون عاطفي أكثر من اللازم. إنزين أنا أشوف هذه قاعدة تبكي ولكن ما قاعدة تصيح دم، قاعدة تصيح دم وفي يدها قاعدة تقدم دموع، لأن ما تحاول تداري. التحدي أمامك خلال هذا الشهر أن أنت يمكن تتكلم عن مشاعرك أو تعالج مشاعرك ولكن بطريقة صحية. الكبت رح يأثر على صحتك، إنزين مثل ما شفنا هنا رح يأثر على صحتك، إنزين رح يأثر حتى على حياتك العملية. الآخرين رح يبتدون يلاحظون عليك أن أنت فعلا موجود كل يوم وتعمل وتجتهد وما تغير فيك شيء، ولكن نفسيتك التحدي أمامك إن نفسيتك لا تكبت وايد. أول ما تشوف شيء ضايقك عبر عنه بطريقة صحية، قول إن ما عجبني الشيء اللي أنت سويته لأن حسيت يقلل من احترامي. اللي يعبر ما يصل إلى مرحلة كذي، أوكي؟ لا تكبت خلال هذا الشهر، واجه الناس ولكن مو تواجههم بصراخ، واجههم بكلام منطقي يطلع من القلب، أوكي؟ ولا تحاول تعطي وأنت فاقد، لا تحاول هني كأنما تأدي وأنت تعبان، هذا أيضا التحدي أمامك. خلينا نشوف شنو الطاقة اللي راح تكون حليفتك خلال هذا الشهر. The Spirit Whisperer. Divine Guidance Higher Knowing. انت تعرف الطاقة اللي راح تعاونك هي طاقة السيوف، طاقة المعرفة، طاقة الحدس. لما تحس ان الشخص الثاني يحاول يقص عليك، يستغلك، اوكي، يستفزك، انت على صواب. لا تشك في نفسك، انزين لا تشكك في حدسك. دائما اقول للكل بشكل عام، مو كل، مو بس برج الجوزاء، لا
لا تشكك في حدسك. لما يكون عندك صوت داخل يقول لك ان الشخص اللي امامك مو صادق مو وفي، الشخص اللي امامك راح وجودك حوله، هني احس في اشخاص حاول تتجنبهم خلال هذا الشهر، وجودهم حولك راح يكون بمثابة الاستفزاز. ابتعد عنهم، اوكي؟ ارجع الى مكان السلام في حياتك، مكان الهدوء، لان الجواب عندك انت، انت عارف. خلينا نشوف ما هي المفاجأة اللي راح تكون بانتظارك خلال، اوكي، كارت برج العقرب، الموت. احس هني ان بعد رجوعك من السفر راح تصير تغييرات كبيرة ايجابية في حياتك، راح ترجع على خبر زواج، حمل، اوكي، اخبار كبيرة، ترقية في الوظيفة، منصب جديد، انزين، بونس على ادائك الرائع في الوظيفة، انزين، اموال اكثر تأتيك وتتدفق بشكل مستمر. هاي نوع من الطاقة، ان في شيء ضخم قادم في الطريق راح يباغتك، ولكن الجميل ان هاي الشيء ايجابي، ممكن يكون شيء لك انت او شيء لاحد تحبه، اوكي. يعتمد هني من هو الشريك الرجل، يعني اذا كنت انت الرجل فاحتمال انه يكون حمل عند الزوجة، اوكي، حمل، وظيفة، سفر، ترقية كبيرة، ورث، اشوف هني بعد احتمال حتى ورث، احد يتوفى ولكن الثاني يرثه ويرث الكثير من الاموال، اوكي عزيزي برج الجوزاء.